أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لمال المال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لما للمال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها. أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لمال المال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لمال المال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها. سنتحدث خلال هذه الحصة عزيزي الطالب حول مصارف الزكاة، وكيف حدد القرآن الكريم الجهات المستحقة للزكاة، وهي ثمانية مصارف. لا تدفع الزكاة إلا لهم. بداية يجب أن نتعرف إلى الأصناف التي بيّنتها الآيات الكريمة والتي تستحق لها الزكاة، كالفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغاربون وفي سبيل الله وابن السبيل. بداية الفقير، ومن المعروف أنه الذي لا يملك المال إلا القليل لكنه لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية، والمسكين هو من يملك مالا ولكن لا يكفيه لسد حاجاته الأساسية، هو أحسن حالا من الفقير. ثم العاملون عليها الذي يعين بيت مال الزكاة لجمع أموال الزكاة وتوزيعها. ثم المؤلفة قلوبهم، وهم قوم أسلموا حديثا فيعطون من مال الزكاة تثبيتا لهم، والذي يقدر من يعطي من المؤلفة قلوبهم وهو ولي الأمر. ثم الرقاب، وهم الرق. ثم الغارمون، وهو الشخص المدين الذي أثقلته الديون ولم يستطع سدادها، وفي سبيل الله وفي سبيل الجهاد وتجهيز الجيوش وتدريبها وشراء الأسلحة ورواتب المقاتلين. ثم ابن السبيل، هو ذلك المسافر الذي انقطع عن أهله ولم يتبقى معه من المال ما يعينه على الرجوع إليهم. وفي نهاية هذا الدرس سوف نقوم باختبار المعلومات الخاصة بنا بالإجابة عن الأسئلة في أختبر معلوماتي.